دولة جديدة تنضم لقائمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان أرمينيا اتخاذها لهذه الخطوة بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب بيان لوزارة خارجيتها. وجاء في البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة. أشارت الوزارة الأرمينية إلى أن يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة، مذكرة برغبتها في التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة في قطاع غزة. في المقابل أثار بيان أرمينيا استياء إسرائيل التي ردت عبر وزارة خارجيتها وقالت إنها استدعت السفيرة الأرميني لتوبيخه بشدة وبشكل صارم بعد اعتراف بلاده بفلسطين. في الجانب الفلسطيني رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بالقرار الأرميني وكتب على منصة أكس قائلا إن الاعتراف يعد انتصارا للقانون والعدالة والشرعية ونضال الفلسطينيين من أجل التحرر والاستقلال. وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا قد أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أشارت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية. وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من يريفان، ورحب السيد ديكران كابويان الصحفي والمحلل السياسي الأرميني، أهلا بك معنا في المشهد. إذن هل اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية هنا هل هو مجارات لهذه الموجة الدولية المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أم هي نابعة من قناعة أرمينية حقيقية في الداخل؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هناك شقين للإجابة على سؤالك. أوافقك الرأي أن هناك مجاراة للموجة العالمية لمناصرة القضية الفلسطينية وللتعلق أو التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي إسرائيل تخترقها بشكل فاضح. والشق الثاني الأخلاق فقط تكملة للشق الأول، أرمينيا كذلك في الحيز الأخلاقي والحضاري والمعنوي كانت دائما مع القضية الفلسطينية، ولكن سياسيا هنالك كانت اعتبارات باعتبار حماس ودول عربية كثيرة وقفت إلى جنب أذربيجان في عدوانها وتطهيرها العرقي. وفي الشق الثاني للإجابة، نعم أرمينيا لها مصالح سياسية متناقضة مع إسرائيل الآن جدا باتت واضحة، خصوصا مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي دعم الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف بشكل مطلق ودعمه ماليا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. والخط الموجه للحالة العامة للتطهير العرقي الذي نشاهده في عدة أماكن تشبه التطهير العرقي الذي شاهدناه في أرصاف. يعني بالتالي يمكن أن نفهم أن العلاقات الأرمينية الإسرائيلية هي في الأساس متوترة هنا. لم تكن العلاقات الأرمينية الإسرائيلية بالرغم من عدم اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية ممتازة مثل ما كانت لسبيل المثال التركية الإسرائيلية، وبالرغم من الدعاية السياسية الموجهة والأذربيجانية خصوصا الإسرائيلية التي كانت شبه مكتملة وشبه متميزة وممتازة، فهذا القرار له تداعي. نعم هناك 142 دولة معترفة بفلسطين، ويبدو أن أرمينيا متأخرة، ولكن أرمينيا عضو في المجلس الأوروبي ولمعزل عن ثقل الدول، بريطانيا مختلفة عن أرمينيا وأرمينيا مختلفة عن فرنسا، ولكن اعتراف أرمينيا وهي عضو في المجلس الأوروبي يغير الخريطة جزئيا ونسبيا، له تداعيات
تبعيات وله ما يسمى إيجابيات معينة في القضية نعم، الفلسطينية. كما تابعنا منذ قليل وكما أشرنا، يعني وزارة الخارجية الإسرائيلية استنكرت هذا التوجه الأرميني الجديد، بل وحتى استدعت السفيرة الأرمينية استدعته ووبخته، وحتى في البيان ذكرت عبارة التوبيخ الصارم. يعني هنا ماذا تعلق على ذلك؟ ماذا تعلق على هذه اللهجة الإسرائيلية؟ لا، لا هنا لا يوجد تعليق، لأن إذا ستوبخ 142 دولة هذا غير مجدي، فتوبخ يوم يومين ثلاثة، ما فالقرار قرار، وهناك شرعية دولية، هناك مع الانفتاح الدولي والسعي الدولي لتطبيق الشرعية الدولية مهما كانت التناقضات ما بين الدول ومهما كانت المصالح السياسية، فيجب على إسرائيل الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي. نعم، يعني هل نفهم أن أرمينيا ليست مضطرة أو محتاجة لأن تبرر موقفها لإسرائيل هنا؟ بتقدير المتواضع، نعم، ليست محتاجة. ربما هناك تساؤلات. نعم تفضل. عفوا، إذا خطنا بالسلك السياسي، يمكن لأرمينيا أن تبرر أن دعم إسرائيل المطلق لأذربيجان، ولكن هذا شق سياسي بحت يحمل عليه تحليلات ومواقف متشابكة. بالتالي هناك تساؤلات يعني حول العلاقة التي يمكن أن نراها بين أرمينيا والفلسطينيين، وطبيعة العلاقة بين أرمينيا والسلطة الفلسطينية بالتحديد. كيف يمكن أن نرى ذلك يتطور في الفترة القادمة؟ علاقات أرمينيا بالسلطة الفلسطينية كانت جيدة، خصوصا السلطة الفلسطينية، ودعني أذكر حركة فتح، ومن أيام ياسر عرفات ومن أيام حركة التحرر الفلسطينية، أرمينيا والأرمن كانوا جزء من الداعمين الأقوياء والأساسيين للقضية الفلسطينية، وهناك مجارات وتوازي بين المأساة الأرمنية والفلسطينية، والتاريخ الألماني شبيه في حد ما في المعاناة والانكسارات وما إلى شابه ذلك. لذلك أنا السلطة الفلسطينية ليست غريبة وليست أعتبرها صديقة لأرمينيا، فقط هناك كانت اعتبارات بعض الحركات العربية والدول التي وقفت إلى جنب أذربيجان بشكل مطلق وغريب، فهذا ما ربما هذا موضوع آخر ربما يطول فيه النقاش في سياق آخر، ولكن هنا بالحديث ربما عن الشكل الذي يمكن أن تراه أرمينيا مناسبا لإيقاف الحرب في غزة، فما هو المقترح أو التوجه الذي يمكن أن نقول أن أرمينيا تدعمه في الوقت الحالي؟ كما قرارات المجلس الدولي وكما الشرعية الدولية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حليفة إسرائيل، أعطت البادرة أو الإطار الأساسي للتسوية، ولكن الاتحاد الأوروبي والمواقف المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أظن أنها كانت عادلة أكثر وكانت منصفة لحل الدولتين ولحقوق الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك، فالأرمينية تدعم هذا نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من يريفان، السيد تيكران كافويان الصحفي والمحلل السياسي الأرميني.